23 ألبرتو مورغيز، محمد مفيد رقم 29، حمزة مشاهد رقم 13، محمد أبي حميد رقم 34، رقم 10 زكريا فاتي رقم 29، محمد مفيد رامبورت حارم رقم 13، وأنور كفات رقم 19. تشكيل أساسي لفريق العسكري في نادي المقابلة في فريق الترابي فريق شعيبة قبيل يدخل إلى سنتين في الحراسة سيدي صالح ياسين، بقيت ياسين رقم 25 سعد الدين موسى الرسالي، رقم 2 يعقوب الدرابي، رقم 4 خالد بوحكاك، رقم 5 أحمد محمد كريم، رقم 18 إنهام ياسين، رقم 13 عزيز بن عبدي، رقم 10 ياسين مكاب، رقم 17 رضا بنسيب، رقم 12 علي هراني، رقم 2 محمد عامل الخلفاوي. تشكيل الأساسي بالنسبة لجيرسي كاتلوبي مواتي بطل وقتل مدرب فرنسي إيريس أندوني في الملعب يقود الزعيم فريق الريال فريق الشيشة الملكة أنجيك يسلم فريق الريال براكو ذكر بالنسبة لطاقم تحكيم هذا المعتبر طاقم تحكيم رائع من تونس الشقيقة لكان حتى السبعة هدفا للفرق بمساعدة فوزي الشريدي.